نرحب بكم مشاهدينا الاعزاء في هذه الجوله من الان والتي نتناول فيها عددا من الاخبار المحليه. يطلق جهاز حمايه المستهلك اليوم مبادره قافله المحافظات لحل شكاوى المستهلكين بالصاله المغطاه بمحافظه الشرقيه بجوار منطقه تجنيد الزقازيق بالتنسيق مع الدكتور ممدوح غرام محافظ الشرقيه، وذلك لحل شكاوى المواطنين المتعلقه بالشؤون الاستهلاكيه والسلع والاجهزه الكهربائيه والسيارات وخدمات الكهرباء والمياه والغاز وشكاوى الاتصالات وشركات المحمول ومشاكل الانترنت شكاوى بطاقات التموين. وكان اللواء دكتور راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك قد أعلن عن المشاركة في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حياة كريمة، وأنه سيتم توزيع أجهزة كهربائية للمساعدة في تجهيز عرائس الأسر الأولى بالرعاية، كما سيتم توزيع بطاطين ومواد غذائية على الأسر الفقيرة بمحافظة الشرقية اليوم. وللمزيد حول هذه الحملة وهذا المجهود من جهاز حماية المستهلك ينضم إلينا هاتفيا سيادة اللواء راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك. سيادة اللواء مرحبا بحضرتك على إكسترا نيوز، ولو تحدثنا عن تفاصيل أكثر عن هذه المبادرة. حضرتك طبعا احنا موجودين حاليا في محافظة الشرقية للتنسيق التام مع السيد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لإقامة فعالية النسخة الخامسة من مبادرة قافلة المحافظات، اللي بيسعد ان هذه القافله تاتي تفاعلا مع مبادره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه حياه كريمه. تم التنسيق بشكل متميز وشكل جيد لاقامه هذه الفاعليه، بالاضافه الى المفهوم الاساسي لحل شكاوى المستهلكين ونقل كل الطرف الاخر مع المستهلك، سواء الشركات سواء القطاع العام او القطاع الخاص او الحكومي، كل ما يتعلق والمستهلك طرف فيه، كل الشركات موجوده معانا على ارض الواقع للتفاعل مع المواطن والتاكيد على توجه الدوله، توجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، برنامج الحكومه الشامل اللي بياكد على ضروره التفاعل مع المواطن وتلبيه احتياجاته وحل مشاكله وتخفيض زمن الاستجابه لتلك الشكاوي، اضافه الى تقديم المساعدات لاهالينا من الاسر الاكثر احتياجا بالتنسيق مع السيد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية. سيادة اللواء، هذه المبادرة مبادرة قافلة المحافظات، إيه الجديد اللي ممكن تقدمها بالإضافة إلى الدور الطبيعي لجهاز حماية المستهلك؟ هذه المبادرة بتجوب كل إضافة للعمل التقليدي اليومي للجهاز والدور الرقابي للجهاز، إحنا فكرنا إن إحنا نخرج لأهالينا في كل محافظات. الشهر الماضي كنا في محافظة سوهاج، الشهر الحالي واحنا موجودين حاليا بدعوه كريمه من السيد محافظ الشرقيه، بننطلق الشهر القادم ان شاء الله بالتنسيق مع محافظ اسيوط لاهالينا في محافظه اسيوط، حل المشكلات على الطبيعه على ارض الواقع بوجود كل الاطراف المنظومه الاستهلاكيه، هو بيلاقي مردود ايجابي لدى المواطن. مواطن من حقه ان هو يشتكي، من حقه ان هو يقول هو ايه مشكلته، واجبنا وفرض علينا احنا كاجهزه الدوله وفي اطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان احنا نتفاعل معاه ونحل شكوته ونقول له ان اجهزه الدوله ومؤسسات الدوله معاه. بيكون في سرعه في الاجراءات يعني. دي حقيقه الحل على ارض الواقع والتنسيق التام، وانا معي حاليا السيادة الدكتور ممدوح غراب محافظ من واقع من داخل الحدث يعني. يا ريت لو مع حضرتك سياده المحافظ يعني نقدر نكلمه. تمام، وانا من 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 خلال برنامج سيادتك المحترم بوجه لسيادته الشكر والتقدير للدور اللي احنا بنرسل نموذج، نقول اهميه التنسيق بين الاجهزه ومردوده ايه على المواطن. نموذج ايجابي مردوده ايجابي في الواقع. لو حضرتك المظهر العام مشرف، تفاعل المواطنين وموجودين داخل الصاله المغطاه بشكل متميز، الشكل العام يعني بصراحه نموذج ايجابي لكل المحافظات. سياده اللواء بس على قيمه الدوله المصريه. نعم، قبل ما اروح لسياده المحافظ كنت عايز اسال حضرتك، يعني المفروض يشارك او اللي عايز يشارك، المواطن اللي عايز يشارك في الفعاليه بيروح يعمل ايه؟ يعني بيروح الصاله المغطاه في محافظه الشرقيه وبيشارك اللي عنده يا فندم؟ احنا حتى عملنا حاجه جديده، بعتنا ارسلنا رسائل عبر كل شبكات المحمول لاهالينا من اسبوع، كل واحد راح له رساله على تليفونه بتقول له ان جهاز حمايه المستهلك بالتنسيق مع السيد محافظ الشرقيه موجود في محافظه الشرقيه يوم كذا طوال اليوم، وعملنا خدمه قافله المحافظات رقم واتساب 010-30602، حتى في خلال الاسبوع الماضي اللي عنده شكوى بيبعتها واحنا بنشتغل عليها وبنفحص عليها. احنا بنجري
بنحاول نعمل كل ما يهم المواطن، نحاول نتفاعل مع مشكله المواطن، ده حقه ان احنا نتفاعل معاه، وحقه ان احنا ننسق مع بعض كاجهزه عشان نقدم الخدمه بالشكل الجيد واللي يرضي طموح المواطن. اخيرا سياده اللواء، هل يعني ازاي بتحددوا المحافظات اللي انتم بتزوروها؟ هل في اي قائمه يعني معينه بالقرى الاكثر فقرا، المحافظات الاكثر فقرا والاكثر احتياجا؟ مفهوم حمايه المستهلك، خلي بال سيادتك، مفهوم حياه كريمه، المفهوم العبقري اللي اطلقه السيد رئيس الجمهوريه، هو الحياه كريمه دي تعني كل حاجه بما فيها حل شكاوى المواطن. لما احل شكوته واتفاعل معاه واحلها في اطار من السهوله واليسر، هو ده توفير حياه كريمه. لما الشركات تفعل المسؤوليه المجتمعيه وتتجاوب معنا وتقدم مساعدات للاسر الاكثر احتياجا بشكل متميز، تجهيز اسر وعرائس من الاكثر احتياجا، كل مشتملات الاجهزه الكهربائيه، ثلاجه، غساله، بوتاجاز، سخان، كل السيد المحافظ اضاف الفكره عبقريه للقافله، فيها قافله طبيه موجوده، فيها قافله للتوظيف في القطاع الخاص. الشكل العام متميز وحاجه نموذج ايجابي احنا بنبثه من هنا لكل المحافظات. شكرا لسياده اللواء راضي عبد المعطي رئيس جهاز حمايه المستهلك. ولو نقدر نكلم سياده المحافظ الدكتور ممدوح غراب. محافظ الدكتور ممدوح غراب، مع السلامه. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام، ازي حضرتك يا دكتور ممدوح؟ الله يخليك يا فندم، احنا بنشكر حضرتك جدا. العفو يا فندم، ده واجب علينا وعلى الاعلام ان احنا نرصد الايجابيات اللي بتحصل في المجتمع، وهذا المجهود الذي يقوم به جهاز حمايه المستهلك في رصد الشكاوى وحل هذه الشكاوى. سياده اللواء راضي كان بيقول ان حضرتك دعيت الجهاز للتواجد النهارده في الشرقيه لحل المشكلات الخاصه بجهاز حمايه المستهلك. اه يا فندم، وهو الاستجابه كانت فوريه، واحنا زي ما سيادته قال اهم حاجه كان التنسيق، واحنا فعلا قعدنا ونسقنا وعملنا على شكل جديد متميز نموذج كل الخدمات وكل المشكلات تم توفيرها، حتى فحص فاتوره الميه، فاتوره الكهرباء، حتى بعض الحالات المرضيه تم تحويلها الكشف وتم تحويلها للمستشفيات. التوظيف يا فندم، التضامن الاجتماعي اللي عنده مشكله في المعاش بتاعه، كل الخدمات كانت موجوده. وزي ما سياده اللواء قال ان كمان المشاركه المجتمعيه بتاعت الشركات كانت على اعلى مستوى، تم تجهيز 20 عريس وعروسه باجهزه تتعدى ال 25,000 جنيه لغايه 30,000 جنيه، بجانب توزيع اعداد كبيره جدا من الثلاجات والغسالات والبوتاجازات على بعض الافراد اللي تم فحص حالاتهم بالمشاركه مع التضامن الاجتماعي، البطاطين، بعض الاطعمه. يعني الحمد لله كان يوم جميل جدا، وانا بقول ان احنا محتاجين ان احنا ننفذ هذه الفعاليات في ظل مبادره السيد الرئيس، لان فعلا المواطن يستحق الحياه الكريمه، ويستحق ان احنا نسمعه، ويستحق ان احنا نحل له مشاكله. وان شاء الله يا فندم تم الاتفاق ان احنا هنوفر مكان دائم لاستضافه جهاز خدمه حمايه المستهلك. وده كان سؤال يا سياده المحافظ، يعني هذه المبادرات او مثل هذه المبادرات هي ايجابيه ومهمه وتفيد المواطن بشكل اساسي، لكن هل من اجراءات ثابته ومستمره ومستقره في المحافظه لسرعه وسهوله وصول المواطن الى جهاز حمايه المستهلك، الى تقديم الشكاوى، الى يعني اخذ الحقوق، الى منح هذه الحقوق للمواطن؟ صحيح، انا بتفق مع حضرتك تمام. انت عارف حضرتك طبعا في ظل التقدم التكنولوجي اللي موجود، وكانت الشكاوى بتعتمد على الرقم اللي هو المختصر، وبيعتمد على الايميل والواتساب، انما كمان في عندنا بعض الاهالي البسطاء محتاجين مقر ثابت يجوا يتقدموا فيه على طول فورا، وهو ده اللي الدكتور راضي اتفقنا معاه عليه، وهو رحب جدا، واحنا ان شاء الله هنجد مكان على طول ونحاول نجهزه، ويبقى على طول ممثلين جهاز حمايه المستهلك موجود داخل محافظه الشرقيه. هنبتدي بالزقازيق وبعد كده هنحاول نتوسع يبقى فيه في المراكز، واحنا كنا لسه بنناقش ان حتى الوحدات المحليه ما فيش مانع ان يبقى فيها ممثل لاستقبال هذه الشكاوى وتحولها للمقر الرئيسي داخل الزقازيق، ونبتدي تحل المشكلات، لان فعلا انا عايز اقول لحضرتك الاقبال كبير جدا، وفي ناس عندها مشكلات مش عارفه تحلها ومش عارفه توصل ازاي لحلها. فانا بعتقد ان دي مبادره رائعه وجميله، وبنشكر عليها الدكتور راضي والقائمين على الجهاز. وانا زي ما بقول لحضرتك الحمد لله
النهارده كان في نموذج رائع جدا للتنسيق التام ما بين مؤسسات الدوله واجهزتها، واعتقد ان ده بيصب في مصلحه المواطن وبيخش في اطار حياه كريمه اللي احنا لازم كلنا نوفرها للمواطنين ان شاء الله. تمام، نذكر فقط سياده المحافظ بهذا الرقم الذي اعلنه الدكتور او اللواء راضي عبد المعطي رئيس جهاز حياه المستهلك بخصوص هذه المبادره قافله المحافظات، هو 010-30-602. لكن سيادة المحافظ، بالتأكيد أنتم في محافظة شرقية تشاركون في فعالية أو مبادرة حياة كريمة اللي أطلقها رئيس الجمهورية، أبرز الفعاليات أو أبرز، هل أطلقتم برامج معينة خاصة بهذه الفعالية أو هذه المبادرة؟ طبعا احنا ابتدينا نشتغل على طول، وكان من اول حاجة ان كنا درسنا بعض المناطق العشوائية داخل المدن، ابتدينا ببعض المدن، حددنا ثلاث مناطق عشوائية، احياء عشوائية كبيرة، ابتدينا نحدد ازاي نرفع مستواها ونوفر حياة كريمة لأهالينا هناك. في بطائق، انا عايز اقول لحضرتك ان في شوارع عرضها لا يتجاوز الاثنين متر، على طول ابتدينا نشتغل. انت عارف حضرتك في المناطق الزراعية بتبقى اول ما ينزل شوية مطرة او شوية مية تيجي على الارض بتبتدي على طول محدش بيعرف يمشي فيها، فعلى طول ابتدينا بلطنا الطرق ديت، عملناها بنظام الانترلاك الجديد، ابتدينا نعمل دهانات. عايز اقول لحضرتك المردود اكثر من رائع، مسكنا حي اسمه حي الاشارة، ومسكنا كفر اسمه كفر عبد السلام عارف وكفر مبارك، وهنبتدي نمشي في المنظومة دي بجانب التوسع في القوافل الطبية لتوفير خدمة طبية متحركة في كل الأماكن، وتم التنسيق كمان مع جامعة الزقازيق، وإن شاء الله تستمر الفعاليات ضمن مبادرة السيد الرئيس ان شاء الله. الفعاليه النهارده سياده المحافظ تم ايضا توزيع اجهزه كهربائيه وعدد من المساعدات للمحتاجين. انتوا يعني في المحافظه بتوزعوا هذه المساعدات في فعاليات فقط ولا يكون ولا في برامج خاصه بالتضامن الاجتماعي؟ لا يا فندم، في برامج طبعا خاصه بالتضامن الاجتماعي، واحنا عملنا الكلام ده كتير. احنا حضرتك في عندنا بعض المنازل في القرى اخذناها وتم تغيير الاسقف بتاعتها واعاده بنائها من اول وجديد، وتم عمل الارضيات وتم فرشها بالاجهزه وفرشها بالاساس، ويعني لا في فعاليات كثيره جدا مع التضامن، مجهود كبير بيتم، وطبعا مؤسسات المجتمع المدني مشاركه وليهم تواجد معانا جيد جدا وبينسقوا معانا. انا شايف ان في حركه قد تكون ان هي مش المطلوب او مش الكافيه، انما في حركه، وان شاء الله بنامل ان المرحله الجايه المجتمع المدني يشارك اكتر واكتر عشان نساهم مع الدوله في ظل الامكانيات اللي هي او الموارد المحدوده في المرحله الجايه ان شاء الله. يا دكتور ممدوح غراب محافظ شرقيه، شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل وهذه المعلومات وهذه المتابعه حول اطلاق جهاز حمايه المستهلك مبادره قافله المحافظات في محافظه الشرقيه اليوم.